بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر في العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام اللي بنتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يدينا الإذن إن احنا نعرف نوصل ليه ونتقرب ليه ونفتح أبواب رحمته ونقف بين إيديه في كل جوانب حياتنا. احنا كناس بنقول يا رب نفسنا إن انت ترضى عنا، مش بندور على ربنا في الصلاة بس، احنا بندور على ربنا في كل جوانب الحياة. وهو ده معنى الوصل الحقيقي، إن الإنسان يبقى خارج الصبح رايح شغله شايف ربنا، حاسس بربنا، شايف تولي ربنا سبحانه وتعالى لشؤونه، شايف الرزاق والولي، وهو بيدبر له حاله علشان لقمة العيش اللي بيدور عليها لنفسه أو علشان عياله. في وسط المرض إن الإنسان يشهد بقلبه لطف اللطيف سبحانه وتعالى ومعية القريب جل في علاه في وسط المحنة والأزمة. قرب القريب لما ينصرف عني اللي أنا كنت معتمد عليه من البشر أو كان أملي فيه أو كنت متعشم فيه، لما يبعد عني أشوف اللي يسندني حقيقي ربي الذي لا يترك العباد طرفة عين، إنني معكما أسمع وأرى. هذا الشهود، المقام العالي جدا اللي يبحث عنه العباد، هذا الشهود هو هدفنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، إن إحنا نشيل من قلوبنا كل القواطع اللي بتخلي على القلب ستارة حجاب فلا يرى الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، دي كانت وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان توصل لأعلى مقامات القرب من ربنا وهو الإحسان. اتفقنا أن كل يوم هنتقابل في خاطرة الفجر علشان أقول لكم على قاطع من القواطع وحجاب من الحجب اللي بيحجب القلب عن الشعور بمعية الله. الإنسان لما يشعر بمعية الله في الصلاة يجي الخشوع، في الشغل تيجي الهمة، في البلاء يجي الصبر، لأن ربي في ظهري ومعايا. القاطع اللي هقوله لحضراتكم النهاردة هو القلب المستهلك. إيه القلب المستهلك ده؟ إحنا عندنا قاعدة كده في ديننا بتقول المشغول لا يشغل. يعني لو في كوباية مليانة بحاجة مش هقدر أحط فيها حاجة تانية إلا لما كب الكوباية دي أصبها الأول تبقى فاضية عشان أعرف أشغلها بحاجة تانية. لكن لو المكان ده مليان صعب أحط فيه حاجة. المشغول لا يشغل، لازم يفضل أول، لازم يحصل تخلية عشان يحصل تحلية. فأنا علشان النهاردة أبقى ماشي في الحياة عمال استقبل الالهامات الربانيه والمعاني اللي ربنا بيوريها القلب عشان اشوف حقائق الاحداث اللي بتحصل حواليا، محتاج ان قلبي يبقى فيه جزء فاضي للالهامات دي. لكن لو قلبي مستهلك ومنهك هيبقى صعب قوي يستقبل عن ربنا سبحانه وتعالى، وهيبقى بسبب الحاجات اللي مستهلكاه وشغلاه منهك فيها فمش قادر يبص. عارف اللي مشغول في حاجة قوي قوي وفي جنة محتاج بس يبص لها بعينيه بس هو مشغول قوي قوي، ساعات القلب بيبقى كده. طب القلب المستهلك ده بيستهلك في ايه؟ بيستهلك في المعارك الجانبية الغير مفيدة، ودي احد اكبر مداخل الشيطان. من احد اكبر مداخل الشيطان انه يشغل الانسان بما لا ينفع، من معارك جانبية كلها منهدة وإنهاك للقلب، ثم ياريتها معارك بتصب في إن أنا بقرب لربنا أكتر، ولا بأسعى لكسب رزق أكتر من حلال، أو بحل مشاكل عندي فمنهك في حل المشاكل بس في الآخر بعمل حاجة ترضي ربنا أو تصلح حالي حتى، واللي يصلح حالي يرضي ربي. لكن الشيطان ماهر في هذه العصور في شد البشر والوسوسة للبشر، يشدوا بعض لمعارك جانبية منهكة ومستهلكة للقلب. عشان كده الأجانب يقولك choose your battle، اختار المعركة اللي تستهلك فيها نفسك ومنهدتك ودماغك وقلبك ووقتك وصحتك. لكن النهاردة
واحنا في السوشيال ميديا بما فيها من اخبار ليل نهار، واحنا في الاشغال وفي النوادي وفي الخروجات وفي القهاوي، كم اللغو والكلام الغير المفيد اللي بيجرك لمعارك تستهلك قلبك ونفسيتك وتشغل عقلك بافكار كلها مخاوف. ساعتها الانسان لو ساب نفسه للمعارك دي يبقى ما يلومش الا نفسه. تعرف ربنا في القرآن لما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. لحظة واحدة، استنى. الطبيعي ان الصلاة طول عمرها مقرونة بالزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ايه اللي دخل في النص ده؟ اللي دخل في النص ده كلمة السر، عشان اعرف ابقى خاشع في صلاتي واعرف متوجه لربي في حياتي، محتاج ان انا افرغ قلبي من اللغو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. مش بس كده، ده ربنا لما اتكلم على عباد الرحمن قال والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. قالك مروا كراما يعني ايه؟ قال لك يعني أكرموا نفسهم إن هم يخشوا في معارك مش لازم، ويخشوا في مواضيع بعد ما تخلص لا ينبني عليها لا نفع لا في دنيا ولا في آخرة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين في سورة القصص قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لنا بتغي الجاهلين لنا بتغي الجاهلين. استنى، شوف شياكة المؤمن. مش قال بقى الله ياخدكم بعيدوا عننا، حتى ما تعبش نفسه انه يشتم. هو مش عايز يشتم، مش عايز يأثم اولا، ثانيا مش عايز يعني يستهلك نفسيته في شتيمة وزهق من تصرفات غلط، انما قال سلام عليكم يا جماعة عشان خاطر، عشان خاطر الرب، عشان خاطر النبي، ابعدوني عن الخناقات الجانبية. مين قال ايه على مين ومين راح فين ومين بيشتم في مين ومين بيتخانق على السوشيال ميديا مع مين ومين اتكلم عني في ظهري. تلحق تصدق ده امبارح بعد ما انت سبت الاجتماع قعدوا يتكلموا عليك. استنى، لهم رجالة يتكلموا عني قدامي عشان اعرف ادافع عن نفسي، لكن ينهشوا في لحمي وانا مش موجود. انا اصلا مش هضيع قلبي ووقتي في ان انا دافع عن نفسي قدام ناس تتكلم عليا في ظهري. اللي بيتكلم عليا في ظهري ده الشيطان ضحك عليه وخلاه يرتكب كبيرة من الكبائر وهي الغيبة عشان في الاخر يحزنني انا. قال تعالى انما النجوى، كلام اللي هو ايه في المجالس على غيرنا، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. اقف هنا، ليه ربنا قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وبعدين قر حقيقة اعتقادية قال وليس بضارهم شيء؟ ما تنهكش قلبك في الخوف إن كلامهم ده ممكن يقطع رزقك. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اشغل قلبك برمي حمولك على الله، واشغل قلبك بالتفكير ازاي تعمل اللي عليك بقى في شغلك ولا في دراستك ولا في علاقاتك الاجتماعية. ما تشغلش نفسك بالرد على كل مغتاب والرد على كل نمام والرد على كل منتقد نقد غير بناء. ما انت ممكن وانت في رحلة حياتك واحد زي ما علمونا علماء النفس يبقى بينتقد نفسه فيك، هو عايز يكلم نفسه انه مقصر في حاجة معينة فبيعمل إسقاط عليك، تلاقيه عمال ينتقد تصرفاتك بطريقة غير منطقية، ما بيقولكش حلول تعملها عشان تتصرف صح، ما هو معترض على تصرفاتك، بيسخر، وفي الآخر هو متضايق من حاجة بينه وبين نفسه بس بيطلعها عليك، اسمه الإسقاط عند علماء النفس. ففي الآخر أنت لو رديت على كل واحد مش بينتقد نقد منطقي في نوع من العقلانية كده وتحس ان ورا الكلام في فعلا عايز الصالح، لو وقفت ورا عند كل واحد ترد عليه هتجيب عمر منين؟ هتجيب وقت منين؟ عشان كده choose your battle، اختار معركتك الحقيقية. المعركة الحقيقية بين الانسان ونفسه. ان انا مبارح كذبت، انا محتاج اقعد مع نفسي وحلل، وانا ليه كذبت؟ ليه كنت ضعيف مبارح وما قلتش الحقيقة؟ وانا كنت خايف لحسن يقولوا عليا،
هو انا مش مصدق ان انا الحقيقه هتخلي صورتي على المدى الطويل احسن، حتى لو لموني دلوقتي وتحملت نتيجه خطئي، بس كرامتي ومنظري على المستوى الطويل بقى وسمعتي هبنيها. انت عارف اللي انا بعمله السيلف توك ده، البوزيتيف سيلف توك ده، هذا الحوار الداخلي محتاج قلب مش مستهلك، محتاج قلب عندي مساحه اعرف اخد ودي معاه وهو مش بيتصرف اوت اوف فير زي ما علمونا العلماء، تصرف كل حاجه من منطلق الخوف. طب هو خايف ليه؟ عشان ما عندوش وقت يراجع عقيده التوكل على الله. طب ما عندوش وقت ليه قلبك؟ لانه منهك، منهك مستهلك في الخوف من المستقبل، في حاجات مش في ايدي وانا عامل اللي عليا فيها. انا عامل اللي عليا، بشتغل 10 ساعات و12 ساعه في اليوم وبحاول افكر ازاي احوش. خلاص بلاش الشيطان يخوفك من بكره. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من القلوب المحجوبة عن استقبال إلهامات ربنا القلوب المنهكة في المعارك الجانبية، القلوب المنهكة في الرد على الساخرين، القلوب المنهكة في الرد على المنتقدين نقد غير بناء. لأن في منتقد بينتقدك وبيصلح لك أفعالك، ده مستشارك، ده بيخدمك خدمة العمر، اقعد اسمعه بقلبك، هتلاقيه بيتكلم كلام منطقي ومهذب، وتحس ان الغيره مش هي اللي بتحركه، انما الصالح هو اللي بيحركه. ده اخوك، ده انت تروح وتقول له لو سمحت انصحني، ده اللي تفتح قلبك ليه، لان ده رساله من ربنا مش اللي بيتريق عليك ليل نهار. عشان كده لو سمحت لا تستجيب لداعي الشيطان، ولا تستجيب للي قاعد فاضي، ولا تستجيب للي عايز يجرك لحياته لمعارك علشان هو بيحب المنهده وانت ما عندكش وقت. ركز في اهدافك، ركز ايه اللي وراك، ركز في الفروض، ركز في عيوبك اللي ربنا بصرك بيها عشان تبدا تشتغل عليها وتحلها. ده هيستهلك عمرك، وده هيستهلك قلبك في سبيل ربك. مش هيستهلك قلبك ويبقى قلبك مستهلك ويضيع العمر، وبعدين فجاه كده الاقي نفسي بسيب الدنيا والعمر اللي انا عشته كان ميزان حسناتي خفيف، لان انشغلت باللغو، الكلام والأفعال والتصرفات التي لا ينبني عليها أي عمل يؤدي لنجاحي في الدنيا وسعادتي في الدنيا والنجاة يوم القيامة إذا قام الناس بين يدي رب العالمين. خلي قلبك عزيز، ما تستهلكوش في الفاضي، استهلك قلبك في المليان، استهلك قلبك في اللي يدلك على ربنا سبحانه وتعالى. ده كان أحد القواطع اللي احنا مبتلين بيها في عصر التواصل، ان بقت كل الاخبار بتتعرف وكل المعلومات بتتعرف وكل واحد بربش بيتعرف انه بربش، فبقى في انهاك في حاجات لا تسمن ولا تغني من جوع. فاللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم فرغ قلوبنا للإقبال عليك، ويسر أبداننا للوقفة في العبادة بين يديك، واشرح صدورنا للتوكل عليك، واجعلنا من عبادك المتفرغين لذكرك، المتفرغين لبناء أوطانك، الساعين لخدمة عبادك، المنشغلين بمرضاتك، المهتمين بنفع أمتك. يا رب ائذن لنا أن نستهلك أعمارنا فيما يرضيك عنا، واجبر بخاطرنا أن ترينا أحوالنا في أحوال المقربين وأحوال الصالحين. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن الذين يشغلوننا عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مولى الموالي. اللهم أذن لنا بحسن عبادتك في تلك الأيام، واجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. شكرا، أشوفكم بكرة في خاطرة الفجر على خير. سلام عليكم.